نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. نسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين، في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة. هذه فقرة أخرى من دعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يطلب من الله هذه الحاجات، يطلب من الله ذلك، ونحن أيضا نطلب من الله هذه الحاجات. الإنسان قد يحس بالاحتياج فيكون طلبه طلبا حقيقيا، وقد لا يحس بالاحتياج. هذا الطلب، طلب السؤال، سؤال الدعاء، دعاء، لكن مو حقيقي، مو من الأعماق. الإنسان إذا ابتلي والعياذ بالله بمرض مخيف، هذا عندما يدعو لنفسه بالشفاء يدعو بكل وجوده، لأن يحس بالاحتياج. إذا الإنسان عنده ألم، ألم شديد، حتى ألم في ضرسه، حتى ألم في إصبعه، الألم ما يخلي ينام، ما يخلي يستريح، هذا يدعو، هذا يدعو عن إحساس بالاحتياج، يدعو من كل وجوده. الإنسان عندما يدعو، في الروايات أكو من الأدعية، يعني من شروط استجابة الدعاء، أن يدعو الإنسان من أعماقه. أولا يحس بالاحتياج، يوجد في نفسه الإحساس بالاحتياج، هذا من أسباب استجابة الدعاء. الشخص اللي مديون عنده دين، ولكن الداين ما يقدر يضغط عليه لأي سبب كان، أو ما يضغط عليه، يترحم عليه صديقه أو من أقربائه،
هذا يدعو يقول اللهم واقض عنا الدين. واحد آخر أكو مديون، إذا بكرة ما يأدي الدين يشتكون عليه ويسجنون، هذا هم يدعو يقول اللهم اقض عنا الدين، بس مثل الآخر الدعاء يكون؟ كلما كان الدعاء المستفاد من الروايات، بل صريح بعض الروايات، كلما كان الدعاء من أعماق القلب فهو أقرب إلى الإجابة. الإنسان في هذه الأدعية يحاول، نحن أنا وأنت نحاول أن بتأمل بسيط، بتأمل ولو قليل، نوجد إحساس في أنفسنا بهذه الحاجة، يعني يكون احتياج حتى يكون أقرب إلى الإجابة. وحلني بحلية الصالحين، إلهي خليني أنا أتحلى، تكون هيئتي، يكون أسلوبي أسلوب الصالحين، هيئة الصالحين، وألبسني زينة المتقين. المتقون شنو لباسهم؟ مو هذه الأقمشة، لا، اللباس الواقعي، لباس النفس. المتقي هيئته كلها زينة، أسلوبه كله زينة. وألبسني زينة المتقين، اللباس شلون عادة يستر البدن؟ لباس المتقين هم يستر شهواتهم. الشهوات مركز المشكلات، مركز السوء، مركز القبائح. المتقي عند لباس يستر هذه القبائح. الإنسان اللي والعياذ بالله بجسمه أكو عوارض، أكو دماميل، أكو أشياء تقبح منظر جسمه، من يلبس الملابس ما يبين، هذا القبح مو ظاهر. المتقي مو ما عنده شهوات، المتقي مثل بقية الناس عنده شهوات، وهو في تجاذب دائما بين شهواته وبين عقله. غير المتقي شهوات ظاهرة، قبائح ظاهرة، السوء منه بادي في لسانه، في عينه، في عمله، في رواحه، مجيئه، أكله، شربه، عطائه، أخذه. أما المتقي هذه المساوئ موجودة فيه، النفس الآمرة بالفساد، بالضلال، بالظلم، موجودة عند المتقي، وما عنده نفس، وما عنده شهوات، مو الشهوات ما تدعوه إلى المظالم، إلى الفساد، ولكن مستورة هاي الشهوات، لباس أكو عليه. وهذا اللباس هم مو لباس رث، لباس وسخ، لباس مشقق ممزق، لا، اللباس هذا اللباس كله زينة. شوفوا التعبير،
تعبير الإمام عليه الصلاة والسلام، حلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين. لو كان لو واحد يشيل هذا يخلي بمكان ذاك، لو فد واحد هالشكل يقول إلهي ألبسني حلية الصالحين وحلني بزينة المتقين، أو الحلية والزينة يغير مكانها. أدبيا ما كانت جميلة، على الإصطلاح العلمي الزينة أخص من الحلية، والتقوى أخص من الصلاح. هناك في الصلاح الإمام يسأل الله سبحانه وتعالى بالحلية والتحلية بالحلية، حلني بحلية. هنا لباس، وهذا هو الذي سبق الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام إليه القرآن الكريم، ولباس التقوى. هذا يستر لباس في داخله المتقي، ثورة أكو بس من بينه مظاهرة. وألبسني زينة المتقين. ثم الإمام عليه الصلاة والسلام يستطرد مفردات لباس المتقين، مفردات زينة المتقين، مفردات حلية الصالحين. هاي المفردات كل واحدة منها عالم من المعنى والواقعية. أنا وأمثالي خو ما يستوعب هالأشياء، بس بالمقدار اللي واحد يستوعب ويبدو له ويستفيد يذكر. أنتوا أهل العلم، أهل الفاضل، أهل المنبر، علماء، خطباء، أنتوا بالمستقبل دققوا في هذه الكلمات، ومن طرق تدقيق هذه الكلمات أن الإنسان كل كلمة كلمة، كل مفردة مفردة من هاي المفردات يأخذها ويتبع في كلمات القرآن الكريم، يشوف شنو في القرآن، شنو من هذه الكلمات مستعملة، ويتبع في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حتى تكون الاستفادة أعمق في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة. للطفل يقولون ابسط ايدك، يعني شنو؟ يعني افتحها. القرآن الكريم يقول لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك تعبير ادبي جدا رفيع. عنق الإنسان هذا مثال لوجوده لحياته، فك رقبة يعني فك إنسان، يعني قطعة رقبة واحد يعني خلاص مات. القرآن عن البخل يعبر هذا التعبير، لا تجعل يدك مغلولة على عنقك، يعني فلوسك لا تخليها حياتك، يعني إذا تريد تطي كأنه رقبتك راحت. تعبير جدا جميل ورفيع الشكل اللي يكون. ولا تبسطها كل البسط،
الإمام عليه الصلاة والسلام مثل في تفسير هذه الآية الكريمة كل البسط، فتح إيده، فتح كفه، وفرج بين الأصابع، قال هالشكل لسه كل البسط هذا. بعدين ضم أصابعه بعضها إلى بعض، قال هالشكل، هالشكل اللي تلزم حتى شفت كل شيء اللي يطلع من إيدك، وهالشكل اللي تسويه حتى ما تبقى إليك شيء، إفراط لا، تفريط لا، حد وسط هالشكل. اللي يوقع من إيدك من كفك خليه يروح، واللي يبقى فيها المقدار هذا خلي بقي لك. من يعمل بهذا؟ أكو من يعملون، وقليل من عبادي، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم، أكو بس قليل. الإمام عليه الصلاة والسلام يسأل من الله ليلبسه زينة المتقين. شنو المفردات؟ مفردات اللباس الزينة للمتقين، واحدة منها بسط العدل. الإمام القرآن الكريم يقول ولا تبسطها كل البسط، إيدك كل البسط لا تبسطها. الإمام هنا في العدل كل البسط، إلهي أعطني كل البسط، ماكو كل هنا على الإصطلاح العلمي إطلاق أكو له في بسط العدل. عدل ماكو بإفراط وتفريط، كل حد وسط، اليد بها إفراط وتفريط، تجعلها مغلولة إلى عنقك وتفتحها وتفرج أصابعك، هذا إفراط وتفريط. أما العدل في بسط العدل، حتى الإنسان شقد ما يقدر ينشر العدل، يبسط العدل. العدل يعني وضع كل شيء في موضعه. الله سبحانه وتعالى في التكوينيات حتى في أبداننا نحن في الكرة الأرضية، في النجوم، في الماء، في الهواء، في الحيوانات، في الأشجار، في الحشرات، في كل شيء جعل العدل، ولكن خلى شوية 1%، 1 بالألف، ما أدري أقول 1 بالمليون، 1 بالمليار، خل اختيار بيدي وبيدك، اللي أنا وأنت نقدر نعدل ونقدر منعدل، وقللنا اعدل. شوف كم واحد يعدله بالعدل قامت السماوات. هاي الشمس هذه ملايين الكيلومترات المكعبة من النار، ملايين الكيلومترات المكعبة من النار، هاي بالتمام العدل تسير، لا إفراط بمقدار شبر واحد، ولا أنملة وحدة، ولا تفريط بمقدار أنملة وحدة. كرة الأرضية نفس الشيء، الحيوانات نفس الشيء، يعني كل شيء وضع في موضعه. النار تحرق بالعدل ولا تحرق بالعدل، مهما كانت النار عظيمة، مهما كانت النار عظيمة، إذا عودة صغيرة، عودة شخاط ثقاب ذبيتوها في نار نمرود،
هاي العودة ما تحترق إلا بالعدل، وتحترق بالعدل. الرطوبة والنار متضادتان، ما دام أكو رطوبة النار ما تقدر تحرق. إذا عودة صغيرة في نار عظيمة ذبيتوها ورطبة هاي العودة، أولا النار تجفف هاي الرطوبة، كل ذرة من ذرات هذه الخشبة هاي العودة من تجففت آنذاك تحترق، وإلا ما تحترق. يعني بميزان إعطاء كل شيء ما يناسبه. العودة الرطبة ما تحترق ما دامت رطبة، كل ذرة ما تحترق. أول الحرارة النار تجفف الرطوبة بعدين تحترق. نحن في داخل أبداننا من قرننا إلى مشاش أرجلنا ملايين من الخلايا والأعصاب والأجزاء والبكتيريا والميكروبات، هذا كلها بالعدل تمشي. الإنسان اللي مزاجه سالم، هذا في الطب القديم والطب الحديث موجود، مزاجه سالم ما يتعشعش الميكروب في بدنه، وما يقدر الميكروب يسوي شيء، ما يقدر يسوي شيء. الميكروب بالعدل وضع في الأرضية المناسبة يقدر يمرر. قبل مدة كانوا كاتبين أنه فت بروفيسور يذكر هذا، هذا فت موضوع مفصل، هذا من جزئي من مليارات الجزئيات من العدل. بالعدل قامت السماوات والأرض، بالعدل قامت السماوات والأرض هالشكل وكل شيء. القرآن الكريم يقول من كل شيء موزون، يعني بميزان، مقياس خاص إليه. قال البروفيسور كان يدرس للطلاب هذا المعنى وجاب لهم قنينة مملوءة من ميكروب الكوليرا الوباء، وقال هذا المقدار الموجود في هذه القنينة إذا يطعمون به 800 شخص كلهم يبتلون بالكوليرا وبالوباء ويموتون. قال لأن هذا المقدار من الميكروبات إلها صلاحية قتل 800 إنسان، 800 شخص. قال ولكن بشرط أن يكون في الأبدان هالثمانمية مكان مناسب لتعشعش الميكروب. قال أنا منذ مدة صفيت جسمي ماكو بي مكان لتعشعش الميكروب، والقنينة شالها وكل الميكروبات شربها كل لهم استشوف يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوع انشر كل شيء ما صار بي. حتى الميكروب بالعدل يمرض، يعني بميزان. بس هذا أنا وأنت مع احترامي لكم جميعا، اللي هي يقولوا لنا عدل عدل عدل، وتالي بالمية كم واحد وكل واحد في حياته بالمية شقد يعمل بالعدل. بسط العدل، أنا وأنت لازم نبسط العدل ونبدأ بأنفسنا، بالعدل في أكلنا، بالعدل في شهواتنا الأخرى، بالعدل مع أقربائنا، مع أصدقائنا، مع أعدائنا.
عمل وقول. بسط العدل، شلون العدل ينبسط ينتشر؟ حقيقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أئمة بسط العدل، قول فعل، قول وعمل. في بسط العدل الإنسان يحتاج إلى هذا الأمر من أعماقه، يدعو الله سبحانه وتعالى في أن يلبسه زينة المتقين. هذا قسم من لباس زينة للمتقين. في بسط العدل أكو أحاديث عديدة، أنا متعدد منها شايف، ولعله أكثر مما أنا شايف، أكيد لاحظين أنتم. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول في حديث له: كونوا دعاة الناس بأفعالكم ولا تكونوا دعاة بأقوالكم أو بألسنتكم. لا تكونوا مو يعني اللي تحكي، يعني مو بس طرق الحكي، بس حكي، مو أنه أنا بس أقول ولكن العمل لا، لا يكون هالشكل. وفي حديث آخر: كونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم. أكو فد حديث خاص بنا نحن العلماء، أكو حديث: أزهد الناس في العالم منو؟ زهد يعني الابتعاد، زهد في الدنيا يعني الابتعاد عن الدنيا. العالم من أقرب الناس إليه؟ عائلته بعد. هذا الحديث يقول أبعد الناس منه أهله، أزهد يعني أبعد. أزهد الناس في العالم أهله. ليش؟ ليش أزهد؟ لأنه إذا أهلي شافوا أنا أقول ولا أعمل، غير أهلي ما يعرفون هالقد اللي أنا شقد أعمل شقد ما أعمل، أهلي أكثر يعرفون، فنفسيتهم تبتعد عني. أما تشوف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الأقرب إليهم هو يكون مشدود بهم أكثر، أصحابهم هالشكل. نعم، باعتبار أنه هناك اختيار وامتحان، أكو أفرادهم والعياذ بالله تتم عليهم الحجة فيكونون من ناحية الجسم قريبين من المعصومين عليهم الصلاة والسلام، ولكن من ناحية الروح لأن إلزام ماكو. البند الثاني أكو كظم الغيظ، أكو عندهم فيكونون أحيانا بعيدين عنها. نحن نقول، نكتب، نخطب، شكد نعمل نحن؟ هذا العمل يؤثر على أقربائنا، على أصدقائنا، على من يعلمون سيرتنا، وبهذه النسبة يكون الثواب والأجر من سن سنة حسنة. في بسط العدل الإنسان يبسط العدل بعمله وبقوله، يدعو إلى بسط العدل ويعمل ببسط العدل.
هذا ممكن، صعب ولكن ممكن. وكظم الغيظ، في النفس الشهوات اله لهيب، اله سعرات، اله ألسنة نار، بمجرد ما شخص قال لي أو لك شيء في نظرنا هذا الكلام ما يناسبنا، أو تعامل معنا شيئا في نظرنا هذا ما يناسبنا، هذه النار تسعر، هذا الغيظ. لباس المتقين، زينة المتقين شنو؟ يستر هذا، يكظم، يكظم الغيظ. واحد يقول للثاني ليش ما كظمت غيظك؟ فلان حكى عليك، فلان فعل كذا، فلان قال كذا. يقول آخر كل شيء له حدود، إيش قد بعد؟ صحيح كل شيء له حدود، ولكن من يعين الحدود؟ أنا وأمثالي أهل البيت يعينون الحدود صلوات الله عليهم أجمعين. شنو حدود كظم الغيظ؟ إلى أي حد واحد يكظم غيظه؟ مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الأب مع أولاده، الأولاد مع أبيها، الأقرباء بعضهم مع بعض، البايع مع المشتري والمشتري مع البايع، المولى مع العبد والعبد مع المولى، شنو حدوده؟ فالحمد لله أنتم تحفظون هذه القطعات من تاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه القصة مكتوبة في التواريخ، كتب كثيرة ناقلين هذه القصة، ولعله القصة هي ما تستوعب أكثر من سطرين أو ثلاثة في الكتاب. الإمام عليه السلام بعمله، الإمام السجاف يعلمنا، مو إمامنا، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به، إمامنا الإمام السجاد صلوات الله عليه. نصمم على أن نتعلم منه. في هذه القصة بيان الحد، حدود كظم الغيظ شقد. أكو في الحديث وفي التاريخ أن الإمام السجاد صلوات الله عليه كانت عند الضيوف، وكانوا مخلين اللحم في سفود أو سفود بالتنور حتى هذا اللحم يشوى. سفود شنو؟ سفود فد حديدة عريضة كانت، كأنها هالشكل اللي يستفاد من الروايات في مختلف الموارد، حديدتان يخلون اللحم بنص الحديدتين، وبسيم فتشي يشدون أسفل الحديدة، هذا اللحم من جانبيه حديد أكو، يخلوه عن النار بالتنور أو قريب من النار، يخلوه شوي شوي يستوي هذا اللحم، يشوى بحرارة النار وزيادة بحرارة الحديد، هذا السفود يسمونه أو سفود. هذا مخلين للضيوف من هذا السفود في التنور. ضيوف إجوا، الإمام السجاد عليه السلام عند عبد قال له روح جيب اللحم للضيوف، كأنه
أكو البيت بيت الإمام السجاد عليه السلام، أكو فالطابق تحتي وفالطابق فوقاني، هسه شلون درج أكو كذا؟ هذا الخادم راح، أنا أنقل القصة وأنتوا اتأملوا الواقع، مو قصة ونسمعها ونقولها. وهذا إمامنا، فهذا معلمنا، أمرنا بأن نتعلم منه، نقتبس منه. الخادم راح جاب السفود، حديدة حارة ثقيلة بها لحم، زلقت رجله، استعجلت، مدري شنو صار، السفود طاح من ايده. والإمام السجاد عليه السلام عند ابن أخو للإمام الباقر عليه السلام، ولا الطفل ما شايف أنا شقد عمره، يتبين طفل يجوز عمره سنة سنتين أكثر أقل. هاي الحديدة إجت على أم رأس الطفل وباللحظة مات. هذا السفود قتل الطفل في اللحظة. ابن الإنسان والخادم والعبد يتسبب في قتله. الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام ايش سوى؟ ثلاثة أعمال سوى. العمل الأول، قال للعبد أنت حر، العمل الثاني استعجل في عتق هذا العبد فورا قال، والعمل الثالث خلى بلسانه. هسه مو كل الناس إمام معصوم وإمام سجاد عليه السلام، ضيوف غير ضيوف، ناس يأنبوه يسبوه، ليش سوت الشكل؟ الإمام علمه شنو يعتذر منهم. قال أنت حر فإنك لم تعتمد ذلك، مو عمدا سوت أنت، هم علمه. هذا حدود كظم الغيب. واحد ويا واحد يحكي يقول آخر شي قد أنا بعد أكظم غيظي، هو خمس فلوس مدري فد مشكلة صغيرة، هذا عازم جماعة ما عازمة، هذا مسلم ما مسلم عليه، هذا مدري، هاي الأشياء ما إلها سوق في الآخرة ولا في الدنيا، ولا في الدنيا، في الدنيا هم ما إلها سوق. الإنسان اللي يكظم غيظة أقل أعصابة تتحطم، والإنسان اللي ما يكظم غيظة أكثر أعصابة تتحطم، لا الدنيا إلى الآخر، بس يحتاج إلى تمرين. قال له أنت حر. الإمام السجاد عليه السلام ليش ما خليه سباشر في عتقه، خلي بعد ساعة يقول له. هذا المسكين يظل خلال هالساعة يظل إلى باكر يفكر إيش راح يسوون بي، إيش راح يصير، مصير إيش راح يكون. رأسا قال له أنت حر خلاص. شوف إذا هؤلاء تكون بيدهم مقاليد الحكم، إذا هؤلاء يكونون رؤساء على الحكومات شلون البشر ينمو، شلون البشر يتعلم. هسه إذا فد واحد عنده غيظ وهو هم أفرضوا يحاول يكظم غيظه شوية، صديقة قريبة هذا يقول له لا كذا كذا،
هي أجج نار الغيظ في نفسه أكثر. كونوا دعاة الناس بأفعالكم. هذه القصة الصدق أضخم من جبل ذهب. جبل ذهب، جبل ذهب يخلص يوم يخلص، يفنى يوم يفنى في الوقت، لكن هذه القصة ممكن تفنى، ممكن تفنى. وكظم الغيظ وإطفاء النائرة. إطفاء النائرة يعني عداوة. جنابك متعادي مع زيد من الناس، ولكن هو يعاديك. أنت أطفي، أنت استبق بالخير، أنت اسرع بالخير. هاي من زينة المتقين. هذا لباس المتقين، وألبسني زينة المتقين. هاي هم فد مفردة. اللي عاديك قد يكون ترد العداء بالعداء، قد يكون ترد العداء بالعداء تسكت، قد يكون لا تحاول ترضيه. الإمام هذا دا يسأل من الله، انت ما معادي، هو بدأك، انت راضي ليش؟ لأن ذاك عمل المعصية، عاداك سبك، ليش تخلي فد واحد مؤمن مسلم قريب غريب صديق بسببك يدخل إلى النار؟ حاول تقرب إلى الله. أنت أطفئ النار، أنت استبق. وفي تواريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قصص كثيرة في هذا المجال، ومنها هذه القصة المعروفة أن الإمام السجاد عليه السلام كان قاعد ويا مجموعة من أقرباء أصحابه، أجا واحد دخل على الإمام وسبه وشتمه. الإمام السجاد مو أنا وأنت، الإمام السجاد سابه شاتمه ناصب والعياذ بالله. إمام معصوم، خلق الله كل شيء لأجل هؤلاء. هذا اللي دا يسب الإمام السجاد هو مخلوق بسبب وجود الإمام السجاد. هو ما يدري ذاك، بس الإمام السجاد خو يدري هذا. قام راح عقب شوية، الإمام عليه الصلاة والسلام قال لهذول الجالسين الأصحابه، قال لهم خلي نقوم نروح، أنا هم أحكي وياه، مو بس هو حكى علي. بعض من كان عند الإمام عليه السلام يجوز جديد المعرفة بالإمام، ما يعرف الإمام السجاد، قال إيه يا ابن رسول الله ونحن معك، أنت تحكي علي وإحنا تابعك. الإمام يعني تصور أن الإمام يريد هم يدخل عليه في بيته مثل ما دخل على الإمام وسب الإمام وشتمه، هم يسبه ويشتم. الإمام قام وذولهم مع الإمام إجوا يريدون يفزعون للإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام إذا مثلا يتصور بعضهم يسبهم وهم يسبوه هذا الرجل. في الطريق الإمام من ديجي جعل يتلو هذه الآية الكريمة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يكظم غيظه ويعفو ويحسن بعدين.
هذا اللي كان يتصور الإمام يريد يسب لذاك، قال افتهم انت الإمام ما يريد يسب، بسرعة ما افتهم هذا. يقول أجينا الإمام وقف على باب داره، ناداه الرجل توه وسب الإمام وشتم الإمام، تصور أن الإمام جاي وشاف جماعة وياه جاي يريد ياخذ انتقام منه، استعد وجمع جماعة اللي بالبيت وطلع وهو مغضب. الإمام قال له يا فلان، أنت الآن إجيتنا وذكرت ما ذكرت، إن كان هذا اللي ذكرت صدق أسأل الله أن يغفر لي، إذا لا مو صدق وانت كذبت علي أسأل الله أن يغفر لك. الإمام غير 180 درجة، اجى إلى الإمام وقبل بين عينيه، قال يا ابن رسول الله أنا أولى بما قلت فيك. هذا زين يخلي الإمام يموت هذا ناصي ويدخل نار جهنم وإطفاء النائرة. لا تقول شي خصني، لا تقول بالجهنم، خلي هو يروح على نار جهنم، هذا مو مقتدي للإمام السجاد. وإطفاء النائرة هذه زينة المتقين. الإنسان يدعو ويعمل، يدعو ويطبق، يدعو ويبدأ بنفسه. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام السجاد صلوات الله عليه أن يوفقنا لهذا اللباس، لباس المتقين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. علي إمام الورى سيد، به يعرف الزهد في الزاهدين. وجه الصلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم لله.